نتكلم عن موضوع الكاركترات والاعمال وغيرها، يمكن عبد الله البحري وعبد الله البري من الاعمال اللي كانت خياليه لكن الجمهور حبها بشكل جدا كبير. شنو السبب يعني تعلق الجمهور والمشاهدين في هذا النوع من الشخصيات الخياليه؟ هذه للاسف بعد يعني الاعمال التراثيه اللي كانت بشكل دائم، بطولة المجرمين الحلوين اللي قاعدين يمي، بعد الغزو توقفت هذه الأعمال. فيا هذا المسلسل إنتاج أخوي عسى الله يعطي الصحة والسلامة أحمد مساعد، وإخراج المرحوم كنعان حمد. فقعدنا أيضا نفس الشيء، قعدنا نعمل البري والبحري، وشون ترى الشغل يعني ايضا مرات يقول لك شنو هالكلك هذا يدش بالماي ويغوص، بس لان الفكره وايد جميله. دائما هي الاعمال التراثيه بين عنصرين الخير والشر، فالفكره كانت جميله اللي هو احنا الخير، انا والبحري واخوي عبد الرحمن العقل البري، العناصر الشر هناك، احنا هني قاعدين نشتغل من خلال الكروما، مال الكروما بدايه الكروما. صحيح اني انا كني بالبحر، انا ماني بالبحر بس قاعدين نتسبح واللولو مال لولو. شوف اللقطات الحين موجوده على الهواء معانا اذا تشوفها. أيوة. حسين اي هذه احنا انا بالبحر ترى ها قبل شوي ابو حسين، هذه خلينا نقول اللقطات اللي ايامها كان متعوب عليها كانت تبهرنا، انه اوف هذا شلون قاعد يسبح بالبحر وشلون يتنفس. نعم. وشلون مثلا يطير الحين منصوره. إيه منصوره تحت الماء. الجيل هذا صعب التعامل معاه خلينا نقول بهالاسلوب. اليوم ما يقتنع الا من الافلام البروفيشنال. حتى اللي